قبل بس ما ندخل في تفاصيل الاخبار، نقطه نظام كده الحقيقه، لانه حضراتكم عارفين انه يمكن من حوالي 4 5 ايام كان النادي الاهلي اصدر بيان متعلق ببعض المطالبات المتعلقه بمنظومه التحكيم في مصر. والحقيقه يمكن ان البيان ده لقى اهتمام بشكل كبير في قناه الزمالك وعلى لسان كابتن خالد الغندور، الزميل طبعا خالد الغندور، وكان في رد وكان في تعليق من الزميل خالد الغندور على بيان النادي الاهلي بزعم او تحت حجه انه طبعا الاهلي نادي منافس، ودي سياسه قناه احنا بنحترمها وما بندخلش فيها ونتفهمها، انك تهتم بالنادي المنافس ليك بشكل كبير اكتر يمكن ما تكون مهتم بناديك. لكن في نفس الوقت وعلى الرغم انه الرد والتعليق على بيان الصادر عن اداره النادي الاهلي كان مليان بالمغالطات وكان يستدعي الحقيقه الرد والتصحيح في اكتر من نقطه، الا انه سياسه قناه النادي الاهلي برضو انه احنا غير معنيين باي حاجه خارج اطار وكيان النادي الاهلي، وعشان كده حتى يعني ما فكرناش نرد او نعلق او نصحح على المغالطات اللي كانت موجوده في رد وتعليق كابتن خالد الغندور. لكن كنت انتظر من الناحيه المهنيه ومن الناحيه الموضوعيه، المفترض انه اي منصه ومنبر اعلامي يتسم بيهم، انه يبقى في رد وفي تعليق على حاله التطول الشديده جدا اللي تعرض ليها. وانا مش بتكلم على حكم واحد في شخصه، لكن انا اعتقد انه التطول الشديد اللي حصل والخروج على النص كان في حق منظومه التحكيم ويمس كل حكم مصري في شخصه. كنت انتظر ان يكون في رد وتصحيح ورد اعتبار لمنظومه التحكيم وللحكام المصريين، ولكن للاسف الشديد جدا لم يحدث. خالص التقدير والاحترام طبعا لكل حكامنا المصريين. احنا في وقت من الاوقات ممكن نختلف وممكن نعترض وممكن نتعرض لظلم، لكن ابدا ده لا يقلل مطلقا من تقديرنا واحترامنا للحكام المصريين. الحاكم هو بمثابه قاضي، والقاضي ليه كل الاحترام والتبجيل. خدوا بال حضراتكم، اي ضرب او تكسير في منظومه التحكيم هو ضرب وتكسير في المنظومه الرياضيه. والحقيقه يعني بعيدا عن المنافسه الرياضيه وبعيدا عن حاله الشحن، انا اعتقد انه لابد ان يكون في اتفاق على كل المسؤولين والفاعلين الحقيقه في كل المنظومه الرياضيه انه الاخلاق تاتي اولا، انه الحفاظ على القيم والمبادئ اهم بكتير جدا من تحقيق الانتصارات والبطولات.